السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وبعد، ما زلنا نقوم بتفسير هذه السورة العظيمة وهي سورة طه، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال الإمام الصابوني رحمه الله: فتعالى الله الملك الحق، أي جل الله وتقدس الملك الحق الذي قهر سلطانه كل جبار عما يصفه به المشركون من خلقه. فهنا الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه فيقول: فتعالى الله. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى ارتفع وتنزه عن الشبيه وعن المثيل وعن الولد وعن الصاحبة وعن كل شيء. فالله سبحانه وتعالى علي ومتعال، وهو الملك الحق، لأن كثير من الملوك ليسوا على الحق، فلذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه هو الملك وليس الملك، لأن الملك بفتح اللام هو جنس الملائكة المخلوق من النور، وإنما قال الملك. الملك هم كثيرون ملوك الأرض، وهناك ملك واحد هو على الحقيقة، هو الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا على الحقيقة؟ يعني أن ملوك الأرض ليسوا على الحقيقة. الحقيقة في ملوك الأرض حقيقة قصيرة وزائلة، وملكهم زائل، إما بالحروب أو بالغدر أو ما شابه ذلك، أو بالموت. فبمجرد أن يموت ملك الأرض يزول ملكه وينتقل ملكه إلى شخص آخر، إما لورثته أو لأصحابه أو لأعدائه أو ما شابه ذلك. وأما الله جل جلاله فهو الملك، وهو ملكه دائم لا يزول. لماذا؟ لأنه حي قيوم لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل ملوك الأرض دائما يضرب الله سبحانه وتعالى بهم الأمثال، أثبت لهم الملك. نعم، وملك الأرض أثبت لهم الملك، عندهم الملك في الأرض، ولكن هل أن ملكهم دائم؟ لا، ملكهم زائل إلى زوال. وأعظم قاسمة الظهر لهم هي الموت. الله سبحانه وتعالى حكم بالموت على رقاب كل الملوك وكل الجبابرة وكل المخلوقات. ولذلك قال: فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وارتفع الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي إذا أقرأك جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه، بل استمع إليه واصبر حتى يفرغ من تلاوته، وحينئذ تقرأ أنت. لماذا يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية نزول الوحي؟ خوفا من النسيان. وقرأ عليه جبريل: فأنا أعاجله كي أقرأ معه لكي لا أنسى. فالله سبحانه وتعالى بين له أنه يستمع إلى قراءة جبريل كاملة حتى يكملها، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ عليه سورة كاملة، مثال سورة التوحيد، سورة الأنعام، قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، بعد أن أكملها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. واضح؟ أخذ ورد. لذلك الله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا عليك أن تتكلف في المراجعة كما يتكلف الحفاظ، لأن يعني نحن الحفاظ إذا لم نراجع ننسى، إذا كما تراجعش وتعمل ورد يومي تنسى. النبي صلى الله عليه وسلم لا، في أي وقت وحين بالليل أو بالنهار مراجع أو غير مراجع، أي آية يقرأها تخرج من صدره قبل أن تخرج من فمه. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصا على حفظ القرآن ومخافة النسيان، فنهاه الله عن ذلك. قال القرطبي: وهكذا قول كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم قال الله سبحانه: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، أصلها وقل ربي، وإنما أدغمت اللام في الراء، فإنك تقرأ من القاف إلى الراء مباشرة، قل ربي زدني علما. وهذه أي اسأل الله سبحانه وتعالى زيادة العلم النافع. قال الطبري: أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. وهنا الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يعلم أنه ما زال بينه وبين علام الغيوب مسافات لا يعلمها إلا الله، لأنه قال: وفوق كل ذي علم عليم. قد ينتفخ الإنسان من كثرة علمه فيرتفع على إخوانه في الأرض ويقول: قد بلغت المنتهى وقد وصلت إلى علم الأولين والآخرين. نقول له: إن بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم مسافات، وبينك وبين الشيطان مسافات، وبينك وبين علم جبريل مسافات، وبينك وبين علم الله. لا نتحدث عن المسافات لأننا نخجل، لأنه عيب أن نقيس علم الله بعلم غيره. واضح؟ لماذا قلت هؤلاء، ذكرت هؤلاء الثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أن الله سبحانه وتعالى علمه علم الأولين والآخرين. واضح؟ علم الأولين والآخرين علمه له، وإنما بعض العلوم بينها للناس لماذا؟ ليتعبدوا الله به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفهم بذلك. وبعض العلوم الأخرى قد بقيت عنده لا لأنه نقول معناها نقص شيئا من الوحي أو أخفى شيئا من الوحي، لأنه لا يتعلق بالمكلفين. واضح؟ مثل علوم الباطن، مثال لما قال: رحم الله أخي موسى، لو أنه صبر لو أنه صبر لتعلمنا من الخبر الكثير. قال العلماء: كان سيعلمه 70 مسألة. 70 مسألة هذه ذكر 3 منها في القرآن، والله سبحانه وتعالى أخفى عنا البقية، فهي لا عبرة لنا أن نبحث حولها، لأنه التكليف غير مناط بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. ولا يقول قائل: علم شيئا وكتم أشياء أخرى. ترد السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وقرأ قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذه الآية نزلت في سورة الأحزاب، وهي في قول الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآيات. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رب زيد، وقد أهدته له خديجة، لأن زيد وجد في سبايا الحرب، فأهداه ابن خالة خديجة لخديجة، فقال لها: يعينك على العمل في المنزل. فالسيدة عائشة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ملازما له بالليل وبالنهار، حتى أنه شاع في قريش زيد
ابن محمد، وهو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، أي من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. كبر زيد وترعرع ونزلت الآيات كي تقضي على حكم التبني، لا تبني في الإسلام، وإنما الكفالة وصلة الأرحام. فهنا الله سبحانه وتعالى بين حكمه في هذه المسائل. فكبر زيد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت خالته، فقال لها: يا زينب إني أتيتك للحديث عن الزواج. فما زال لم يكمل حديثه بعد، فقالت: قبلت قبلت يا رسول الله، ومن يرفضك يا رسول الله؟ فقال لها: يا زينب، ليس لي وإنما لابني زيد. قالت له: يا رسول الله، أنا حرة، سأتزوج عبدا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أهله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت: أستغفر الله، رضيت بحكم الله وحكم رسوله. فتزوجها زيد، ولكنها نغصت عليه حياته. كل يوم يأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن زيد لا تحبني ولا أحبها، والفرق بيني وبينها كالفرق بين الأرض والسماء، وليس هناك مودة بيني وبينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت فؤاده ويقول له: أمسك عليك لسانك، أمسك زوجتك، أمسك أهلك، واتق الله. ثم قال الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه؟ الشيء الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرجا من قومه، أن جبريل عليه السلام نزل وبين له، قال له: يا محمد، بعد أيام قليلات سيطلق زيد زينب وأنت ستتزوجها. فهذا الخبر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون في الجاهلية، عندهم في الجاهلية محرم وكبيرة من الكبائر أن يتزوج الرجل حليلة ابنه، أي زوجة ابنه، هذا شائع عند العرب، فكيف سيفعلها وهو رسول الله؟ فكان محرجا، خلافا لما ذهب إليه الشيعة عليهم سحائب اللعن، حيث أنهم قالوا: أخفى حبه في قلبه، أخفى حبها في قلبه، لأنه كان يحبها ومع ذلك أخفاه. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، وإنما أخفى هذا الخبر. وبالفعل بعد أيام قليلات طلقها زيد وزوجها الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاع في الناس أن محمدا تزوج زوجة ابنه أو طليقة ابنه. فالله سبحانه وتعالى بين الأحكام وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فزيد ليس ابن محمد وإنما هو ابن حارثة. فتبين للناس أن زيد كان متبنيه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظه له كأنه ابنه، وهو في الحقيقة ليس بابنه. فإن طلق تلك المرأة فيحل لرسول الله أن يتزوجها. فبين الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأحكام وهدم حكم التبني وبقيت الكفالة. وفرحت زينب بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد تزوج زوجة أخرى وأنجب أسامة ابن زيد وهو معروف رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من أبيه، يحبه أكثر من زيد، ولذلك يسمونه الحب ابن الحب، أي الحبيب ابن الحبيب، فكان يحبه أكثر من أبيه. فالشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم ولا حرفا من حروف القرآن التي كان ينبغي على الناس أن يتعلموها أبدا، من أول القرآن إلى آخره، وكذلك في السنن. وأما علوم أخرى كعظم العرش، كعدد الملائكة المسبحة، ككبر القلم، ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ،
التي اطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هل بينها للناس؟ لا، لأنه لا يتعلق بتكليفهم. الله لم يكلفنا بذلك، لم يكلفك بأن تعرف ما هو مكتوب بالتفصيل في اللوح المحفوظ، ومن هم الكتبة، وهل أنهم يكتبون واقفين أو جالسين، أو أنهم يكتبون بقلم واحد أو بأقلام إلى غير ذلك. فكل هذه العلوم علمها الله لجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه أكثر من ذلك، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم تحدثنا عن شخصية أخرى وهي الشيطان. قلنا أن الشيطان كان عالما وكان متعبدا لله سبحانه وتعالى، وقد علمه الله سبحانه وتعالى وأخبره بما سيأتي إلى قيام الساعة. فالعلم الذي يمتلكه الشيطان كان يفوق الملائكة، فلذلك كان يتبختر عليه. ولما خلق الله آدم وأسجد له الملائكة هو تكبر، قال كيف سأسجد لطين، لماء وطين، وأنا أعلم منه وأنا خير منه وأنا أقرب منه إلى الله. فتكبره هو الذي أخرجه من الجنة وأطرده وأبعده من رحمة الله. وجبريل قلنا علمه الله سبحانه وتعالى كما قال علمه شديد القوى. جبريل هو شديد القوى، علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن وكيف وكيف وكيف، وكذلك الأنبياء من قبل. فجبريل هو الموكل بتعليم الأنبياء شرائع الدين. كيف يكون معلم الأنبياء وهو ليس لديه علم، بل هو غزير في العلم عليه السلام، ولكن الأنبياء أقرب من الله منه. يقول قائل كيفاش هو سيدنا جبريل ولديه علم غزير وعلم الأنبياء جميعا وقربه من الله يعني لا يدانيه أحد، ومع ذلك الأنبياء أقرب والرسل أقرب إلى الله منه؟ نقول نعم، لأن جبريل عليه السلام منزوع الغريزة، منزوع الشهوة، مفطور على الطاعة، لا يعصي الله أبدا، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بالليل وبالنهار، وهو موكل بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، لا يتقدم عنها ولا يتأخر. وأما الأنبياء والرسل فقد عذبوا وأوذوا واتهموا بشتى التهم، وكانت لديهم غرائز، وكان الغضب يدور أحيانا في قلوبهم وأحيانا لا، وكانوا قد تزوجوا النساء، وكانوا قد يعني تحاوروا مع الإنس والجن. كل هذه الأشياء كانت الملائكة مترفعة عنها، ولذلك المؤمن الصادق الصالح في الدنيا تكون الملائكة خدمه في الآخرة، تخدمه الملائكة في جنات النعيم. الملائكة هي التي ستقدم لك الصحون وتقدم لك الطعام والشراب وما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك على غرار غريزتك وشهوتك ونزواتك وشيطانك وهواك ما زلت متمسكا على الطريق السوي، فالله سبحانه وتعالى صفاك وخيرك. واضح؟ ولا نقارن الإنسان بالملائكة، قلنا لأن الملائكة مخلوق من جنس آخر من النور، ومفطورة على الطاعة، لا تعصي الله أبدا. واضح؟ من الذي يعصي؟ من كان في قلبه غريزة، الإنس والجن هم الذين يعصون، يعني إضافة إلى العقل، لأنها العقولية موجودة في الإنس والجن والملائكة، الكل عندهم العقولية والنطوقية، وهي إدراك المعقولات. ولكن الإنس والجن لديهم غرائز، وأما الملائكة فهم منزهون عن تلك الغرائز. التبني أن تسند لذاك الطفل الذي أخذته من شخص آخر أو من بيت آخر أو من مؤسسة أخرى
وتسند له اسما يضاهي اسمك، تعطيه لقبك. مثال واضح، قل فلان ابن فلان، تعطيه اللقب بتاعك وكل الحقوق التي يتمتع بها كأنه أحد أبنائك. وأما الكفالة فهو يبقى على اسمه واسم أبيه، وحتى إذا ما كبر تبين له راه أبوك الحقيقي هو فلان ابن فلان، وأنا ربي فيه وكذا ونعلم فيه. هذه الكفالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة، بما فيها من الأجر العظيم. باهي الكفالة فيها أجر عظيم حتى يكبر ذاك الغلام أو تلك البنت ويتزوج وكذا ويرى أولاده، عنده أجر عظيم جدا. التبني يصبح ذاك الولد كأنه ابنك من صلبك، وتلك المرأة اللي هي زوجته تصبح كأنها أمه، وهي في الحقيقة أجنبية عنه. لو أنك تقول هذا ابني من التبني، يحرم على زوجتك أن تكشف رأسها أمامه. واضح؟ لماذا؟ لأنه كان أجنبيا عنه. والحادثة التي يعني صارت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حول حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، سالم هذا أخذه أبو حذيفة ورباه عنده، فلما كبر وأشرف على البلوغ تحرجت منه زوجته فقالت له: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس ابننا وإنما نحن نربيه ونتبناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرها أن ترضعه فيصبح ابنها. وهذا الذي يسميه الفقهاء بإرضاع الكبير، خلافا لمذهب إليه الشيعة، فعندهم منظور وفهم خاطئ جدا لهذه النصوص. ولا نتصور أن امرأة ستلقم ثديها لرجل أشرف على البلوغ، لا، وإنما تسكب له قليلا من حليب صدرها في إناء ثم هو يشربه، فإذا ما شربه أصبح ابنها من صلبه، كأنه ابنها من صلبه أي من الرضاعة. وهذه خاص بهما رضي الله عنهما، ما يجيش واحد توا في هذا القرن ويقول خليني نعمل نفس العمل، لا. واضح؟ لاختلاط الأنساب، ولأنك لا تدري ماذا سيصير بعد ذلك. ولذلك يحتكم الإنسان إلى الآية الأولى التي في صدر سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. تأخذ أنت من المؤسسة فلان ابن فلان، تعرف بوه وامه مكتوبين، وأنت تربيه وقت اللي هو يبدأ يكبر شوي يفهم 5 سنين 6 سنين، قل له راني أنا ماليش بوك الحقيقي، بوك الحقيقي وامك راهم توفوا ولا راهم سافر ولا كذا، يتعلم بها وياخذها الذكرى هذيك ويعيش معاها ويزيد يقدرك ويحترمك وتكبر في عينيه، ليس كما يفعله كثير من الناس، رباه وكبر وكذا حتى إذا ما أشرف على الموت بل ما يموت الأسبوع الأخراني قال له: يا ولدي شو نقول لك حاجة؟ شو؟ راك ماكش ولدي الحقيقي. ما هو يلعن فيه بكرة وأصيلة، وقت اللي عملته معاه الكل شو يدخل بعضه يترجع نفسانية. ولذلك الإنسان يربيه من الأول، من اللي هو عمره 4 سنين 5 سنين يتربى معها. صحيح، لو كان انت مش اسمك ولقبك مش ولي ينازع الورثه الحقيقيين في المواريث، وهذا حرام، وانما يعطى نصيبا، ليس نصيب من المال وانما يعطى نصيبا. واضح؟ سيب شيخ، أخذت من عرفة، أنا أسرع جدا، وكانت من عرفة جدا، وكانت من عرفة، وكانت أحاديث ضعيفة، وكانت من عرفة، وكانت من عرفة، وكانت من عرفة، وكانت من عرفة، طيب،
أهل الفرقة، فرقة والعياذ بالله، نخرت الدين كالسوسة، وهم موجودون في تونس وفي المغرب وفي مصر وفي كل البقاع، وهم ما يسمون بين ظفرين بالقرآنيين، ما كان موافقا للقرآن نأخذه، وما كان غير موافق للمعقول وللقرآن نرده، ولو كان صحيح الإسناد وصحيح المتن فنقول هؤلاء على خطر عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان لما يقول كل شيء لم يذكر في القرآن لا نأخذ به، الله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا كم في صلاة الظهر من ركعة، أعطيني آية من أول القرآن إلى آخر القرآن هل تجد فيه آية تفسر لك كم ركعة في الظهر؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا تفاصيل علامات الساعة كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدخان وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وأن هذه الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كل هذه التفاصيل لم تذكر في القرآن، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى التفصيل في عذاب القبر ونعيمه أبدا في القرآن، ولا تجد آية في القرآن تتحدث عن نعيم القبر صراحة أو على عذابه، ليس هناك شيء ولا شيء، وكثير من العلوم ليست موجودة في القرآن، ولو فسر الله فيها لكان الكتاب ضخم جدا يصعب على الحفظ ويصعب كذلك على الفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من أصول العلوم كلها موجودة في القرآن، ثم بين قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المهم نفس الطريقة التي أخذنا بها القرآن نأخذ بها السنن. ما هي الطريقة التي أخذنا بها القرآن؟ هي السند، شيخ عن شيخ عن شيخ، تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، ولذلك الأحاديث إن صح سندها وصح متنها نأخذها، لماذا لا نأخذها؟ وإن خالفت المعقول، عقلك أنت بسيط ولا تجد ولا حديثا يخالف صريح القرآن، أي حديث الصحيح لا يخالف لا القرآن الصحيح ولا العقل الصحيح أبدا. صحيح. هذيك المشكلة، يعلمون أبناءنا لضرب الدين لضرب الأسس، واضح؟ وهذا حتى موجود في الإعلام بتاع كل مرة يخرجوا معناها أشخاص يدعون أنهم عندهم دكتوراه وما شابه ذلك في علوم شتى لا لشيء، ليبين أنه ليس هناك سحر والرسول لم يسحر والجن غير موجودين والعذاب القبر ونعيمه غير موجود إلى غير ذلك، فيهدم بذلك أصول الدين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث قال يوشك أن يكون الرجل السمين على أريكته، أي متوكيا على أريكته، فيقول ما وجدتم من حراما في كتاب الله فحرموه، وما وجدتم من حلال في كتاب الله فأحلوه، فيعطلون بذلك حدود الله. واضح؟ الرجل ليس موجودا في القرآن، يعني أن الرجل المتزوج يزني على زوجته يرجم في الإسلام، والمرأة كذلك إذا كانت متزوجة وزنت على زوجها ترجم في الإسلام. هل هناك آية تدل على الرجل؟ كانت هناك آية ونسخت وبقي حكمها موجود في السنة، والآية التي نسخت
والشيخ والشيخة إذا ما زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت آية موجودة في القرآن، فمحاها الله سبحانه وتعالى من عقول الناس ومن قلوبهم ومن المصحف، وبقيت حكمها في السنة. وهناك أحكام ما كانت تنبغي أن يكون في القرآن لأن حكمها منسوخ، ومع ذلك ما زالت موجودة في القرآن، في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية منسوخة. كيف تزني الحرة على زوجها ثم يتركها في البيت؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. وإنما إذا شهد عليها الشهود أو هو شهد بأربع شهادات أنها زنت عليه، القاضي يفرق بينهما، وتنشر تلك، يعني ترجأ تلك القضية إلى علام الغيوب يوم القيامة. أما يفرق بينهما في الدنيا، ما تبقاش زوج، يطلقها يعني، مفهوم؟ فهذه وأمثالها كثر في القرآن موجودة. كيفاش؟ هي هذاك الزاني العازم الشاب يعني، والمرأة ما زالت ما تزوجتش، هذاك فيها الجد فقط. طيب صعيدة، ما رب سبحانه وتعالى يريد الستر. في بالكم لو كان واحد يقول راهي زوجتي زنت علي، يمشي القاضي يقول له جيب أربع شهود بخلافك أنت، مشى جاب الشهود. تعرفوا الشهود كيفاش؟ أن يروا ذكر ذاك الرجل دخل في فرج المرأة دخولا بينا، من الذي يرى ذلك؟ فلو أنهم رأوا، نفترض جابوهم إلى باب المحكم، قبل الدخول لباب المحكم واحد منهم خاف قال لا فك علي أنا ما نشفش نشف رجع. الثلاثة ذوكم إذا كان دخلوا إلى المحكمة يجلدون كل واحد منهم 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. واضح؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ضيق هذه الأحكام ليبين الستر، مش يستر المجتمع. المجتمع موجود، الزنا موجود من أول الدنيا، وموجود في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفسق والمجون وشرب الخمور وما شابه ذلك، ولكن النسبة كانت قليلة. لماذا؟ لأن الإيمان كان في قلوبهم مركوزا، الآن ضاع الإيمان من قلوب الناس، فانهمكوا في المعاصي وعطلوا حدود الله، ما عادش ثم قصاص. لو كان يسرق الإنسان تقطع يده، ما زالش يسرق إنسان على الملأ وتعلق يده في أكبر شارع في البلاد، عاش حتى انسان نفسه. فلو ان انسان انزنى ثم جلد على مرعى من الناس قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، فيكف عن ذلك، يرجم، يرجم حتى الموت واحد فقط في البلده، ما عادش. تولي المساجد مفتوحه مع اشخاص من السرقه، وتولي الدكاكين مفتوحه مع اشخاص من السرقه الى غير ذلك. ولا تجد الآن بلدا يطبق حدود الله بحذافيره، لا، حتى في الحرم تطبق الأحكام على فئة ولا تطبق على فئة، واضح؟ وهذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت تلك الشريفة في قومها المخزومية، فقالوا مروا أسامة فليتكلم في أمرها فإنه حب رسول الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، جئتك مستشفعا في المخزومية التي سرقت، لا نريد قطع يدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خرج في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إنه هلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وآيم الله أي قسم عظيم
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فسكت القوم وطبق الحدود، ورح الحدود التي نزلها الله دواء شافيا للمجتمع. إنسان يقول له الطبيب رو عندك سوسة في سنتك يلزمنا نحوها، لو كان من نحوهاش غير الشعبي لك سميت الكل ورو فمك بش يطيح. وش يقول؟ برا نحيها. يقول يقول له رو عندك السوسة في ساقك، لو كان من نحوهاش غير بش تطلع البدنك الكل. يقول له نحيها وأسرع. هذاك علاش ما يلزمش يظلم عليه الدنيا إلا والحد انتهى. أصحاب الجرائم هذه إذا كان معناها كيفاش يقولوا فيها معناها الحدود، إذا كان اقترف جرما وبينت معناها الدلائل الكل على أنه هو صاحب العمل صاحب الفعل، ما نبقوش حاطينه في الحبس راهم ياكلوا فيه وشربوا فيه، لا نعدوه غادي طف يقتل. ما تطيح عليه الشمس إلا وقد تم معناه حد الله سبحانه وتعالى. فالله بين هذه الحدود لماذا؟ لتصفية المجتمع، المجتمع يولي لباس. الآن ما فما ولا حد يطبق. انظروا كيف نعيش، كثرة السرقات، كثرة الجرائم، كثرة القتل، كثرة الاغتصاب. الحدود موجودة، القوانين، ولكن لا تنفذ. عدم تنفيذها وتطبيقها هذاك هو أكبر معضلة وأكبر مشكلة في المجتمع. صارت حادثة أخرى، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يصلي، وعثمان كان غنيا وكان بجانبه برده، نقول نحن البرنوس، برنوس جميل جدا جديد. فهو لما هم بالسجود جاء رجل وسرقه، فلمحه عثمان عرف ويقرب له ولد عمه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البرنس أو البرد قيمته فيها القطع أم ليس فيها؟ لأن لا قطع في أقل من ربع دينار ذهبي. ربع الدينار الذهبي مثال كله نحن توا 500 دينار، الدينار الذهبي الربع نتاع 500 قداش؟ 120 125 هكاك، ولا لا أقل في ذلك في القطع. يعني ما فماش قطع، ما نقطعوش إيد إنسان إذا كان سرق أقل من 120 دينار، أما أكثر تقطع يده. هذا البرنس أو هذا البرد كان غالي الثمن، يعني أكثر من ربع دينار ذهب. فيه القطع أم ليس فيه؟ فيه القطع. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن ابن عمي سرق مني كذا وكذا، فقال أدعوه لي كي أطبق عليه الحد. قال يا رسول الله سامحتك وراه ابن عم كيف شقت على هذا؟ قال أفي حد من حدود الله يا عثمان؟ لو كان سامحت قبل ما جئك إلى القضاء بينك بينه سامح، أما إذا كان جئت إلى مجلس القضاء تطبق الأحكام فقطعت يده. أما رجل لذلك قال لعن الله كيفاش معناها يقطع في الحبل وفي البيضة وما شابه ذلك، ساعات أشياء بسيطة تقطع يده عليه، لأنه كان معناها ما هوش لأجل السرقة فقط، هذا داخل وفيده سكين وكذا، يعني إذا كان ما يلقى شيء شو يعمل؟ شو يقتل؟ فالأحكام تصبح أقوى في الردع. هذه تو باش نفسروها ولا باش نفسر السلطان؟ ميساج، شوف راهو إذا كان إنسان هذا حتى في الشريعة جو باش يطبقوا عليه حد ثم إنه هرب في المجلس هذاك في مجلس تطبيق الحدود، هرب لحقوا عليه ما نجموش يشدوه، لا يطبق عليه الحد مرة ثانية. واضح؟ يعني إذا كان جبناه نحن باش نطبق عليه الحد مش 8 نص نهار، إذا كان فلت ما عادش نطبق عليه الحد. واضح؟ كذلك هذا السارق
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وعصاه، هذا إنسان لم يأتي إلى القضاء واقترف ذاك الجرم، سرقته، أما قال يا ربي يا ربي تبت ما عادش مش نصر سامحني يا رب، هذاك يتوب عليه رب ويغفر له ويسامح، ما جاش للقضاء. وكثير من يأتون إلى القضاء فيردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتته تلك التي زنت فقالت له طهرني يا رسول الله لقد اقترفت ذنبا زنا، فقال لها توبي إلى الله بينك وبينه، ارجعي إلى الله توبي بينك وبينه. فأعادت رجعت بعد مدة فقالت له يا رسول الله طهرني، ورآها حامل فأرجعها، قال لها اذهبي حتى تضعي مولودك ثم مع عودي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد تطبيق الحكم عليها، وإنما يريد ماذا؟ أن تتوب بينها وبين الله. صح، دائما يدير وجهه عليه. في المرة التي بعدها ولدت مصرة لأن الذنب ما زال خالقا، فقالت له طهرني يا رسول، قال اذهبي ارجعي فأرضعيه عامين. بعد العامين رجعت إليه وقالت له طهرني يا رسول الله، يعني ما زالت متمسكة. فهنا حفرت لها حفرة وبقي رأسها ونصفها الأعلى ورجمت بالحجارة، فرجم خالد بن الوليد بحجر فرجع الدم عليه فلعنها وسبها، فقال لها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم. تمشي خالصة يوم غدوة لا يسألها الله عن ذلك الذنب، فقد خلصت منه. وخطب الله النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال إن أحدكم من يقترف مثل هذه القاذورات فمن تاب بينه وبين الله تاب الله عليه، ومن جاء لمجلس القضاء أقمنا عليه الحد. والمهم إذا كان إنسان تاب بينه بالرب يتوب عليه ربي ما يفضحش روحه، أما إذا كان جاء ومجلس قراره يطبق عليه الحد والله أعلم. طيب خرجنا استطرادات كثيرة. هنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، أي سل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك في العلم. دائما الإنسان يستزيد من العلم في كل العلوم، ولا تجد إنسانا جمع العلوم كاملة، حتى الأنبياء والرسل دائما هناك علم ينقصه هو عند غيره. وسيدنا موسى عليه السلام قام خطيبا في الناس خطبة عظيمة لم يسمع الناس لا قبلها ولا بعدها مثلها، فجاء رجل من الرعية عفوا وقال له يا نبي الله هل يوجد من هو أعلم منك في الأرض؟ قال لا. لماذا؟ قال لا، لأن سيدنا موسى يعلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل والأنبياء وهم أعلم الناس كي يعلموا للناس شرائعهم. فعاتبه الله وقال له يا موسى إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال سيدنا موسى دلني عليه يا رب، فذهب إليه وطلب منه العلم. شوف كيفاش وما صبر سيدنا موسى منه، وبين له الخضر، قال له يا ابن عمران أنت علمك الله علما أنا لا أعلمه، وعلمني الله علما أنت لا تعلمه، وعلمي وعلمك في علم الله كمثل ذاك الطائر الذي نقر نقرة من البحر فأخذها، أكل قطرة هذيك من البحر، علمي وعلمك في علم الله. فعلوم الناس علوم الخلائق كلها لا تساوي شيئا أمام علم الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول الله سبحانه في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو كان كل شجرة في الأرض تعملها كلها أقلام الأشجار بتاع الأرض الكل
والمداد اللي بيسكب به الحبر بحر، ما هوش بحر واحد، من بعده شلون؟ سبعة أبحر، يعني ثمانية بحور كما بحور الأرض، وانت تغطس في تلك الأقلام وتكتب ما نفدت كلمات الله. علم عظيم جدا. وهذه الصورة بينها لعقولنا المحدودة، وإلا فالأمر أعظم من ذلك بكثير. أي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة من القديم. الله وصى آدم أن لا يأكل من الشجرة فأكل من الشجرة. قال ولم نجد له عزما، أي نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصبرا عما نهيناه عنه. وسيدنا آدم أو الإنسان سمي إنسانا، قال لكثرة نسيانه، لأنه ينسى كثيرا، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد ونحن ما زلنا في ظهر أبينا آدم. وإذ أخذ الله من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يفسرها الحديث قال إن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج له ذريته مثل الذر، كما في النمل الصغير كل ذريته الكل اللي بيجيبه من أول الخبر. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الكل، كل من في الأرض شهدوا في الأزل في القديم أن الله هو الخالق وهو الرب الواحد. ثم لما أنزلنا إلى الأرض اتبعنا أهواءنا وعبدنا الأصنام وعبدنا الشياطين واجتالبنا الشياطين فأبعدتنا عن الجادة، فأرسل الله رسله وأنزل كتبه ليبين لهم العهد القديم، مش يرجعنا للعهد القديم. منزل لك رب الرسل وأرسل لك الكتب وأنزل لك الكتب باش يبين لك طريق الحق اللي هي خذيت عليه العهد وأنت ما زلت في صلب أبيك آدم. واضح؟ أي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير من الخلق، أي واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم، فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى السجود وعصى أمر ربه. قال الصاوي كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليما للعباد امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتذكيرا لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم. قال لك رأيت عاودة القصة هذه سبع مرات، وقال في سبع صور وبألوان أخرى، يعني بمشاهد أخرى وببلاغة أخرى، لتبين ماذا؟ أنك يجب عليك السمع والطاعة لكلام الله سبحانه وتعالى. أمرك بشيء ونهاك عن شيء، ولا تكن مثل الشيطان، أمره الله بشيء فعصى وتكبر وعاند، فلذلك أطرد من الجنة وأطرد من رحمة الله وخلد في النار. واضح؟ وهذا كله سابق في علم الله. لا يقول الإنسان حصلت أمور الله لم يعلمها، لا، رد بالك، الله عالم وسابق في علمه ما ستصير إليه الأمور. وأما إبليس، أن إبليس ذات الشخص سيتمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى وسيقود ذريته وأتباعا من الإنس إلى النار، بينها الله سبحانه وتعالى. وهنا كما ذكرنا في سورة الكهف، لأن يعني في سورة الكهف كذلك ذكرت هذه القصة
ويقولنا أن الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهنا قال فسجدوا إلا إبليس أبى، وفي البقرة أبى واستكبر. فكل قصة تزيدك بيانا ويردف بعضها بعضا. الله يبارك لك، شكرا. فهنا الله سبحانه وتعالى بين أن إبليس في كل المواضع أبى واستكبر وعاند ومرح وخرج، وبين أن هذه ليست طبيعة الملائكة. فلذلك قال كان من الجن. لو كان من الملائكة ما كان ليعصي الله سبحانه وتعالى. فهنا قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أي نبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي لا تطيعاه فيكون سببا لإخراجكما من الجنة فتشقيان، وإنما اقتصر على شقائه مراعاة للفواصل والالتزام شقائه لشقائها. واضح؟ هنا قال فتشقى، وهنا يعني فتشقيا أو تشقيان الزوج. أما بين الشقاء لآدم لأن الخطاب موجه له في بداية الأمر، الأمر موجه كان. وكذلك بين بعض أهل التفسير قالوا لو أنه لم يأكل من الشجرة ولم يسمع لإبليس لبقي منعما في الجنة يأكل من ثمارها هو وذريته وزوجته، ويلبس من أفضل النعيم، ويلبس من أفضل الثياب، ويأكل من أفضل وأقل المأكولات. فلما نزل إلى الأرض بأمر من الله وتقدير ماذا سيصنع؟ أصبح حائكا. ما معنى حائكا؟ واللي يخدم في النسيج ليغطي نفسه وزوجته وأولاده. وكان الخبز قديما موجود في الجنة، أصبح هو يحضر الحطب ويحضر كذا ويحضر الخبز كذا. قال فذاك نوع من الشقاء. لماذا؟ لأنه كان منعما في الجنة. قال يخرجكم من الجنة فتشقى. ما هو الشقاء يا رب؟ الشقاء كنت في الجنة منعما، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين موجود. الآن ستعمل أنت، ما تقولش هيا لبسوني من الملائكة تو يلبسوك، هيا وكلوني تو يوكلوك، لا، شي في وحدك. أصبح آدم يحرق الأرض ويزرع البذور وينتظرها حتى تصب الأمطار ويسقيها أحيانا، فتخرج يخرج القمح والشعير وترقيه حواء، ثم هو يخبز الخبز ويأكله. كل تلك المراحل فيها مشقة وتعب. واضح؟ وهذا كله سابق في علم الله، يعني نعيمه في الجنة وشقاؤه على الأرض كله دائم في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام قال يا آدم أنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، لما أخرجتنا وإياك من الجنة؟ ما لازم تعمل؟ تخرجتنا من الجنة وهبطتنا من الأرض. قال يا موسى أنت كريم الله وأنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، أتجادلني وتعاتبني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ قال فحج آدم موسى أعادها ثلاثة، أي غلبه بالحجة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال ابن كثير المعنى إياك أن تسعى في إخراجك من الجنة فتتعب وتشقى في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد بلا كلفة ولا مشقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني في الجنة أراك ما تشفش جوع وما تشفش تعرى. إن لك يا آدم ألا ينالك في الجنة الجوع ولا العري، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي ولك أيضا ألا يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس،
لأن الجنة دار السرور والحبور، لا تعب فيها ولا نصب ولا حر ولا ظمأ، بخلاف دار الدنيا. واضح؟ أعطاه أربع صفات من صفات الدنيا ليست موجودة في الجنة: أن لا تجوع ولا تعب، عدم الجوع وعدم العري التعري، وهو موجود في الدنيا، يجوع الإنسان فيحضر طعاما يأكله ويرتدي شيئا يقيه من حر الشمس ويقيه من البرد ويقيه من كذا وكذا. واضح؟ ثم قال: لا تظمأ فيها ولا تضحى. والظمأ شدة العطش، واضح؟ يصيبك العطش فيها. ثم قال: ولا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس. لا تضحى، أي لا يصيبك حر الشمس ولا يصيبك التعب والنصب. واضح؟ وجاي كلمة من الضحى، الضحى وهي طلوع الشمس بحرها على الأرض، فهذا وقت تطلع عليك الشمس أحيانا في فصل الصيف، دوب ما تطلع الشمس تحس روحك مختنق والجو ساخن وكذا، هذا في الدنيا. أما في الجنة فإنك نعم سترى الجنة، سترى الشمس، يقول القائل ما فما الشمس، لا موجود الشمس، ولكن الشمس تتخلل من بين الأشجار فيكون ضوءها هادئا وليس حارا. ولا وكذلك يلبس أفضل اللباس في الجنة ويأكل أفضل الأكل، لأن يعني بعض الناس يتوهمون أن في الجنة لا نأكل ولا نشرب، بالعكس ركب الشاكل وتشرب، ولكن الفضلات تخرج عرقا مسكا. واضح؟ وبعض الناس يقول لك راه عينينا تولي في راسنا نحن، لا لا يا اخي ضفادع نبي، لا يا عينينا في بلاصتها، ولكن في الحسن والجمال افضل من جمالنا في الدنيا بكثير. الناس اهل الجنه يعني فيه من الجمال عجيب جدا، واهل الجنه اللي هم سكان الجنه الحور العين والولدان، هذوما من سكان الجنه، كي ندخل الجنه نلقوهم غادا الحوريات، ونلقاو زاد الولدان هذوما المخللون لما يبقى كانهم لؤلؤ مكنون ما شاء الله، والحوريه هذه يعني تشوفها كانها مصنوعه من الزجاج، وقت اللي تشرب الماء ترى الماء قد نزل من رقبتها. قال: ولو انها نظرت على الدنيا لأطفأت نور الشمس، ولو انها بزقت بزقه في البحر او في بحار الدنيا لاصبحت حلوه عذبه. هذوما الحوريات، والحور هي كبيرة العين شديد السواد مع شديد البياض، ومع ذلك نساء أهل الجنة اللي هم النساء في الأرض من الإنس والجن اللي هم عبدوا الله وأخلصوا في العبادة، يكونون في الجمال أجمل من حور العين. اللي خذها قاعدة، النساء في الدنيا يصبحن ملكات جمال في الآخر، ولا والحوريات زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الزوجة الصالحة تصحب زوجها في الآخر. أما ما تنجمش شمنعة، ما تقولش أنت لي برد، لا ثم تعدد غد لهنا ما ينجمش يتعدد، لأنه ضيق عليه الدنيا، ففي الآخرة ما شاء الله. والتي لم تتزوج أو أنها طلقها زوجها أو أنها لم ترد مصاحبته في الدنيا، في الآخرة تقول يزيني منك، أنا كملنا في الدنيا امشي علي، في الآخرة تخير بأفضل رجل من أهل الجنة، أفضل رجل. وليس هناك تعدد للنساء، ما تقولش برشا رجال، لا رجل واحد ولكنه جميل جدا. حاجة أخرى، الرجال عندما يخرجون في أول النهار ويعودون في آخر النهار يعودون بغير الوجه الذي ذهبوا به، أجمل وأكثر إضاءة وإشراق. يقول القائل يمشي يتسوق، فما سوق في الجنة، سوق الجمعة. قال لي واحد يخي يبيعوا فيه في الفريق، تحب الفريق تبقى الفريق، واضح؟ تبقى كل شيء غير، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقيقة نقول لكم ليس مجازا ولا خيالا. ليش؟ لأن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال له يا رسول الله إني أحب الإبل في الدنيا، هل هناك إبل في الجنة؟ قال نعم. وجاء رجل آخر قال له يا رسول الله إني أحب الماعز والخرفان والبقر في الدنيا، هل هناك في الجنة؟ قال نعم وزيادة على ذلك. قال بل يساق أهل الجنة إلى الجنات على النجب الخفاف، والنجب هو الإبل يعني الجمل الخفيف، في عرصات يوم القيامة بعد ما يخلص الناس وكذا وكملت من الحساب وأصبحت من أهل الجنة، تركبك الملائكة على جمل خفيف فتدخل به إلى جنة النعيم. عجبات حكاية الجمل. الجان نعم أي نراهم الجان يوم القيامة، نراهم على صورتهم التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتي سيتبدلون معناها من خلاله، لأن كما الإنس يتبدل أصلنا طين هكا والماء وطين أصبح لحم وشحم وعظم ثم بعد ذلك تتغير هيئاتنا، كذلك الجن أصلهم مخلوقون من النار ولكنهم في الدنيا تشكلوا وتغيروا وتبدلت موادهم، في الآخرة كذلك سيتغيرون، فنصبح نرى الجن على صورة الحقيقية ونرى الملائكة على صورة الحقيقية، والمؤمنون يرون ربهم، رب اجعلنا منه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نروه بدون إحاطة ولا تكييف ولا تجسيم لأنه أعظم وأكبر من كل شيء. ولماذا نراه؟ لأنك ترى من خلقك أعظم شيء، واضح؟ ولأن الآخرين الكفر والفجار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون ربهم، وأهل الجنة متفاوتون في الرؤية، منهم من يرى ربه كل يوم ومنهم من يرى ربه مرة في الأسبوع ومنهم من يرى ربه مرة في الشهر إلى غير ذلك، ومنهم من يرى ربه مرة في السنة، وهذه لذة النظر إلى وجه الله الكريم أفضل من الجنة وما فيها، أفضل من الجنة وما فيها. لما يكشف الله سبحانه وتعالى الحجب يعطينا قوة في الجسد نستطيع بها الرؤية، وأقول وإلا لا نستطيع رؤية الباري سبحانه وتعالى على الهيئات التي خلقها الله سبحانه وتعالى المخلوقات الهيئة الأولية، فإنها لا تطيق ذلك. وأنت لا تستطيع الآن في الدنيا أن تفتح عينيك في ضوء الشمس، نخرج تو في الشمس قل حل عينيك نص ساعة في الشمس، هل يستطيع؟ لا، تذهب ببصرك، العينين تاعك ما عادش ترى به، ضوء الشمس الحارة لك يدخل لك في الشبكية فيهلكها. فرحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل هذه الحجب على العينين تقينا من حر الشمس، فما بالك بالملائكة وما بالك بالرب سبحانه جل في علاه. ونكمل قصة سيدنا آدم. قال وهي معروفة وتحدثنا عنها في سورة الكهف، قال فوسوس إليه الشيطان أي حدثه خفية بطريق الوسوسة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي قال له إبليس اللعين هل أدلك يا آدم على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلا ونال الملك الدائم الذي لا يزول أبدا. وهذه مكيدة ظاهرة، ظاهرها النصح والنصيحة، ومتى كان اللعين ناصحا، كيفاش كان إبليس ولا ناصح، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما أي أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها فظهرت لهما عوراتهما. قال ابن عباس عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد ألبسهما إياه حتى بدت فروجهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي شرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها. وعصى آدم ربه فغوى أي خالف أمر ربه بالأكل من الشجرة، فظل عن المطلوب الذي هو الخلود في الجنة حيث اغتر بقول العدو. قال أبو السعود
وفي وصفه بالعصيان والرواية مع صغر زلته تعظيم لها وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب، سنكمل إن شاء الله الحديث عن قال اهبطا منها جميعا، الهبوط إلى الأرض. سنتحدث الآن في الجنة. في الجنة كما تحدثنا في حصة خارطة قلنا أن في تلك الشجرة ثمرة تذهب العقل، نهاهم الله عنها، لأنك لو ربطت بين أكل الشجرة ونزع الثياب ما الرابط بينهما؟ إلا أن يكون شيء قد أذى، لأن إبليس لم يتجرأ فينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وبعض الناس يقول أن آدم وحواء لما خلقهم الله لم تكن لديهما سوآت، فبعد أكلهما للشجرة بدت لهما السوآت، وهذا كلام ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته التي ترى فيها صورة الرجال، وخلق آل حواء على صورتها التي ترى فيها صورة النساء، وغطاهما بلباس من لباس الجنة، وقال لهما كلا من كل الأشجار يصيا ثمار إلا تلك الشجرة، فوسوس لهما الشيطان وغواهما كلا من تلك الشجرة تخلدان في الجنة ولا تخرجان منها أبدا. فآدم لم يتجرأ على عصيان الرب أولا حتى جاءته حواء وأصبحت تقول له ما بالك لو أكلنا منها ولو القليل، ما زال مصرا على ذلك. آدم لم يسمع لا كلام الشيطان ولا كلام حواء، ما زال مصرا على مبدئه وعلى عهده الذي أخذه الله عليه، حتى أقسم الشيطان له. ايش معنى أقسم؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم بالله. فعند ذلك صدقه آدم لأنه ما زال على الفطرة السوية، قال يا رب ما كنت أظن أن خلقا من خلقك يقسم بجلالك وبذاتك وهو يقسم على الكذب، ما كنت أظن ذلك. ففطرته السليمة قادته لسماع كلام الشيطان ولكلام حواء، فأكل من تلك الشجرة هو وحواء، فأذهبت عقولهما فنزعا ثيابهما. متى استيقظا؟ عندما زال ذاك الداء من عقولهما، فاستيقظا فرأى نفسيهما عريانين. ماذا صنعا؟ أخذا يقطفان من ماذا؟ من ورق الشجر، من ورق شجر الجنة الكبيرة، وأصبح يغطيان عوراتهما. واضح؟ بينها الله من بعد ذلك فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا صنع؟ ينزع عنهما ليريهما سوآتهما. وهذه عادة الشيطان وأعوانه في الدنيا، يفرح الشيطان وقت اللي يتعرى الناس، أكثر حاجة يفرح بها وقت اللي يشوف الناس في البحور في البحار عرايا، يفرح شديد الفرح، يقول هاني أنا عريت بهم وهم وأني زدت عريتهم في الدنيا. الله نهانا عن ذلك. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. أي أكثر حاجة يخدم عليها الشيطان تعرية الناس. لماذا حسب رأيكم؟ لأن شيء ينجر عنه شيء آخر. إذا ما تعرت المرأة أصبحت يعني في أعين الناس جميلة جدا أكثر من أنها مغطية، وقت اللي تكون مغطية والأخرى تكون معرية، أنه الذبان اللي يهبط عليها، يهبط على الحلوى المعرية ولا الحلوى المغطية؟ المعرية يهبط عليها الذبان الكل. كذلك المرأة وقت اللي هي تكون عريانة الشياطين الإنس والجن يدورون حولها، وعندما هي تكون محافظة وتكون مغطية لا يلتفت إليها إلا من كان يريد الخير وهو الزواج وما شابه ذلك. مفهوم؟ أما العري ينقاد بالإنسان إلى الزنا وإلى اقتراف الفواحش وما شابه ذلك إلى الكبائر، وهذا هو منهج إبليس. إبليس مش يقول للبرة أزنى، تمشي تقول تزنى،
لا، فما مراتب وفما مراحل باش يدخل لك بها، من بينها تعرية النساء، ثم بعد ذلك يبيح لهم الزنا، ثم بعد ذلك الخمور، ثم بعد ذلك فيتكالبون عن الكبائر ولا يستيقظون منها إلا بعد اقترافهم لها. عند ذلك يتملص الشيطان، وقت يقترف الإنسان الذنب ويحير ويقول أنا كنت مستقيم، كيف جليت؟ ما الإنسان المؤمن الصادق يرجع ويتوب الله على من تاب، هو لا، ما زال يستدرج فيه الشيطان، ما زال يستدرج فيه، كيفاش عمل الشيطان؟ يقول له أنت توها كنت عالم وكنت قارئ قرآن وكنت حافظ وكنت وكنت وكنت، هل صرفت الذنوب والمعاصي؟ لم يغفر الله لك، ويبقى يعود له فيها، ما هوش باش يغفر لك ربي، أنت العاملة نتاعك أكثر من العاملة اللي عملتها أنا، وقت اللي خرجت من النار من الجنة، أنا لا عصية لا شرب الخمر لا زنية لا حكسي، خرجت من الجنة برك. أما أنت هاك عملت وعملت وعملت، لم يغفر الله لك، ماذا سيكون مآله بعد ذلك؟ قتل نفسه، يمشي ينتحر، لأن تلك الهواجس المركوزة في عقله ما كان لها أن تنتزع إلا بالموت. وقت اللي هو في الغرغرة يزيد يعاود يجي إبليس يقول لها إيش فيك؟ اختلف روحك؟ أو نقول لك حاجة وتحب من منعك؟ قول لها شنو؟ قول لها أنا هو الرب بتاعك، أمن بي، قول لها أنت هو ربي، ويتعدى من غالب كمثل الشيطان صحيح، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كذلك يحكى أن عند الموت، نعم، يقف عند رأسه ويقول لها، يجي في صورة أبوه يقول لها راه لقيت اليهودية أفضل بي، مت على اليهودية، وبعد يجي منا ويجي في صورة أمه أي يقول لها راني لقيت دين النصارى أفضل بي، مت على دين النصارى، وهو يبدأ معناها يتصارع، وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلت يحكى أن رجلا يسمى صالحا في دمشق في الشام، وكان مؤذنا يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يؤذن دائما، فيوم من الأيام صعد للمئذنة كي يؤذن، فرأى امرأة جميلة كانت يهودية، فهنا نزل إليها وطرق عليها الباب، ومرة من المرات تحادث معها إلى غير ذلك، حتى قال لها أريد الزواج بك وأريد كذا، فقالت له أنا على دين اليهودية إلا أن تبدل دينك، أو أنك معناها تختلف بعض الأشياء، مش أنا نتزوجك وأمكنك من نفسي، فقال لا نعم لقد بدلت دين دخلت اليهودية. قالت له من يصدق ذلك إلا أن تأكل من الخنزير وتشرب من الخمر، فأكل من الخنزير وشرب من الخمر، ثم خرج فصعد إلى المئذنة فأراد أن يؤذن فسقط فمات، مات على غير دينه. هذا وغيره من الأشياء من إغواء الشيطان بالإنسان ويستدرجه، راه اللي يعجبك في إبليس ما يعجبكش طول الأمد طول النفس يبقى معاك لآخر رمح، يستدرج فيه أقل زلة. يعني هذا إنسان عدو، يعني شخص يعني عدو، وأنت لا تراه كيف ستحاربه؟ تحاربه بكثرة العلم، أي إنسان يبدأ عالم الشيطان يخاف منه، ويبدأ عابد يصلي ويروح يصلي ويروح، ما يتعلمش ما يقراش ما يسمعش ما يفسرش القرآن ما يقراش السنن ما يتمسكش بالدين، هذا يعبث به الشيطان. وإن العالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. شوف أنتم توا علماء قارئين القرآن تفسروا في القرآن متمسكين بالسنن، ما ينجمكمش الشيطان،
ما ينجم قمش في إذن الله. أما الإنسان الآخر يصلي ويروح يبدأ ثم درس ولا ملة ما يجلسش، فذاك يعبث به الشيطان في لحظة، يجيبه في لحظة، وقت اللي هو يكلمه على الربا يطيح، يكلمه على الخمر يطيح، يكلمه على صفرة وعلى حواسة وعلى كذا قول يمشي. المسلم التقي النقي عنده حواجز ضوابط ما يعمل حاجة، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، قبل ما تقترف حاجة تشوف حكم الله فيها، قبل ما تدخل في خطبة وزواج شوف حكم الله فيها، قبل ما تدخل في تجارة وكذا شوف حكم الله فيها، واسأل ورح. والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى لقاء آخر قدر الله البقاء واللقاء، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي فكر الوحدة بعد أن